الاحتلال حصار انقسام سياسي فلسطيني. ما هي أحلام الغزيين في غزة؟ عادي أكون مستقبل زي أي شاب، أبن مستقبلي، يكون لي بيت لحالي، يكون لي مهنتي الخاصة اللي هي التجارة. وفي حلم في هالبلد؟ والله أنا حلم فيك بلد إني أطلع منها، أهاجر أطلع برا. الواحد يشوف حلمه يعني يشوف أموره مستقبل، وفيك بلد يعني فيش مستقبل فيش عيشة. يعني الشاب اللي بيشتغل شغله دوبه يصرف على حاله فيه أو يصرف على أهله. شو حلمي؟ والله الأحلام كتيرة، لكن يعني ندعى الله أنها تتحقق. يعني شو بدي أعدلك تعدلك، طول ما إحنا في هيك في قطاع غزة والأوضاع اللي شايفينها، يعني مش عارف شو أحكي لك بصراحة. يعني كل إشي مقفل في وجوهنا. كل حلم شاب اسأله شاب بقول لك أنا حلمي أطلع برا البلد. الحل الوحيد إنه خلص فيش غزة، كله يسافر برا هو أحسن إشي. ليش بدك تطلع برا الباب؟ بدك ابن مستقبلي. بما اني طالبه على وجه التخرج، حلمي اتخرج على واقع افضل، فرص عمل افضل، حياه عمليه احسن من كثير شباب قبل تخرجوا وعالم قبل تخرجوا. حلمه يقبض ال 30% ويروح. هاي احلام البلد. احلامنا في غزه بدت تنعدم بسبب الاوضاع السياسيه اللي بتمر فيها القضيه الفلسطينيه، فدائما بنحاول انه نتوجه احلامنا لخارج الوطن لانه في فرص اكبر دائما برا. شو الحل لهي الازمه؟ تقريبا ما في حل غير انه مسؤوليننا يصحوا، اي حد يعني حكوماتنا تتحرك. يعني ما هم على الفاضي اصلا، يعني خلص تقريبا الواحد فقد الامل وصار يدور في بلحته في الصخر. صار الشباب وصاروا يدوروا على الواحد بدل التخصص، صار معاه 2 و3 على امل يحاول في اي مكان يلاقي نفسه ويلاقي شخصيته. يوفروا لنا في البلد هذا شغل ومعيش، الواحد يشوف مستقبله بدل ما كله يهاجر برا البلد. تحت كف وجوههم ليجي اكبر مسؤول تقول تزحزح، خلي غيرك ياخذ مجاله، خلي الواحد يخلي البلد تتحسن يا راجل، بكفي. الحل السفر يهاجروا، هو الحل الوحيد هذا. كل واحد طالب جامعة بيشتغل بتلاقيه بعشرة شيكل ليل نهار عشان يصرف على حاله. يعني الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه بنحسه في السياسة، يعني انقسام فيه في البلد، بنفتح حماس فيش. بقول لك انتخابات بتيجي، بكون في انتخابات بتيجي، بكون الانتخابات متأكد انتو في امل يعني في البلد، بتلاقي فيش انتخابات، كله كذب على المكشوف هيك خلاص. والحل؟ والله الحل في وجه الله وفيهم، يعني كله نهب وتجارة في دم الناس وتجارة في دم اولاد الناس وعلى الفاضي. كله هذا بيجي دولار 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 سولار ودولار صارت الغزة خلاص. والله انا شايف انه لنا تقريبا 12 سنة في غزة بنعاني من هذه الظروف، وراح نعاني كمان 12 سنة زيهم. هيك الواحد هيك صار شايف مع الأسف. الانقسام هذا دمرنا، يعني أوكي الاحتلال اللي هو السبب في الحصار وفي التجويع وفي كله في كله في كله، لكن إحنا برضو كمان إحنا مش رحمين حالنا. يعني الانقسام بالمرة دمرنا. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.